السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنكمل معاكم في منصة البث المباشر لموقع وزارة التربية والتعليم، أبنائنا الأعزاء، مادة الجغرافيا. إحنا المحاضرة اللي فاتت كنا كملنا مراجعة الوحدة الثانية والجزء المقرر في الدرس الأول في الوحدة الثالثة، والنهاردة هنراجع معاكم مراجعات عامة المراجعة الأولى نمرة واحد. هناخد مجموعة أسئلة مقالية وهناخد الجزء الأول من الخرائط العامة على المنهج. معانا النهارده الأستاذ مها عبد الباسط الجيزة، الأستاذ إيهاب أنور أسيوط، سامح كامل سوهاج. مس مها، اتفضل يا مستر. السلام عليكم ورحمة الله. مس مها، وعليكم هنبدأ السلام. الأول مس مها بمجموعة أسئلة مقالية، اتفضلي حضرتك كده. هو في الأول خالص السؤال الأولاني بيقول لي بما تفسر للجغرافيا السياسية أهمية كبيرة بالنسبة لرجال السياسة، فإحنا متفقين مع بعض يا مستر من البداية إن لما بيقول لي إيه هي أهمية الجغرافيا ويسكت، بقول له هنا أو أهداف، بقول له هنا الأهداف بتاعة الجغرافيا اللي هم الـ5 أهداف. أما لو حدد لي شخص معين أو جهة معينة وقال لي إيه هي أهمية الجغرافيا بالنسبة لها، فأنا هنا بقول إنها بتوفر لي بيانات ومعلومات اللي بتساعدني على اتخاذ قرارات سياسية وقرارات عسكرية سليمة. يبقى طالما قال لي ايه هي اهميه الجغرافيا بالنسبه لرجال السياسه، بقول له بتساعد في توفير بيانات ومعلومات تساعد على اتخاذ قرارات سياسيه سليمه. السؤال الثاني بيقول لي يعد ارسطو اشهر من كتب في الجغرافيا السياسيه. هنا هنتكلم عن اعمال ارسطو، واحنا خدنا ان ارسطو كان من اشهر المؤلفين في العالم القديم، فهو عالم يوناني كان عنده كتاب اسمه كتاب السياسة. داخل كتاب السياسة اتكلم فيه عن الدولة المثالية، حدد عناصر الدولة في 5 عناصر وهم السكان، الموارد الاقتصادية، الحدود السياسية، العاصمة، والجيش. وقال إن الدولة المثالية بتتحدد من خلال حاجتين اللي هم السكان والموارد الاقتصادية والعلاقة اللي ما بينهم. حضرتك سامعني يا مستر؟ كملي يا مس، اتفضلي. حدد قوة أو ضعف الدولة كمركب سياسي في السكان والموارد والعلاقة بينهم. ناقش الموضوع الحدود السياسية المحصنة اللي هي الأماكن اللي ما ينفعش العدو إن هو يخترقها. اهتم بإن هو يتحدث عن علاقة الموقع الجغرافي وتأثير المناخ عليه. يعتبر ابن خلدون أبرز المفكرين المسلمين في الجغرافيا السياسية. هنا بنتكلم عن أهم أعمال ابن خلدون، عبد الرحمن ابن خلدون كان من أشهر العلماء المسلمين، كان صاحب كتاب اسمه كتاب مقدمة التاريخ. داخل الكتاب ده اتكلم عن أهم ظاهرتين جغرافيتين اللي هم البناء السياسي، كان أهم ظاهرتين في البناء السياسي للدولة عنده حاجتين اللي هم المدينة والقبيلة. لو سألني ليه ابن خلدون اعتبر ان البناء السياسي للدولة عنده المدينة والقبيلة فقط، فاحنا هنا بنقول ان ابن خلدون كان بيتكلم عن الدولة الإسلامية اللي كانت موجودة في عصره. كمان ابن خلدون وضع الإطار العام الذي عرف باسم دورة حياة الدولة، فهو اعتبر ان الدولة زيها زي الإنسان بتمر بعدة مراحل اللي هي مرحلة النشأة، الثبات، النضج، الاضمحلال. بيشوف ان الدولة بتنشأ يعني بتبدأ تنمو، بعد كده توصل لمرحلة الاستقرار والثبات، بعد كده بتنضج اللي هي بتبدأ تتوسع على حساب جيرانها، بعد كده بتضمحل بتبدأ انها تسقط. وطبق في كده على العديد من الدول الإسلامية زي الدولة العثمانية مثلا، زي الدولة الأموية، زي الدولة العباسية. تحدث ابن خلدون عن عوامل قيام الدول ونهضتها وسقوطها. السؤال اللي بعده بيقول لي جاء الميلاد الحقيقي للجغرافيا السياسية على يد فريدريك راتزل. فبنقول ان فريدريك راتزل اتولدت الجغرافيا على ايديه لان هو اول من ألف كتاب الجغرافيا السياسية، اول واحد حط كتاب سماه كتاب الجغرافيا السياسية. اعتبر ان الدولة كائن حي تمر بمراحل ميلاد، نمو، وفاة، وهو بكده بيكون اتفق مع آراء عبد الرحمن ابن خلدون. فريدريك راتزل قال إن الخريطة اتشكلت نتيجة صراع الكائنات الحية. بما تفسر في الفترة ما بين الحربين العالميتين، الحرب العالمية الأولى والثانية، حدث خلط الجغرافيا السياسية والجيوبوليتيك. لو قال لي بما تفسر ليه حصل الخلط، فهنا بنرد عليه ونقول له لأن العالم اعتقد أو العلماء اعتقدوا أنهما علما واحدا. الناس كانت فاكرة إن الجغرافيا السياسية والجيوبوليتيك الاتنين نفس العلم، عشان كده حصل الخلط. لكن لو قال لي دلل، هات دليل على ان الاثنين نفس العلم، فبنقول له هنا
إن ألمانيا استغلت أفكار ومفاهيم فريدريك راتزل بصورة خاطئة، توسعت على حساب جيرانها اللي هي قامت باحتلال كل من هولندا وبلجيكا، بما تفسر اختلاف نظرة الجغرافيا السياسية والجيوبوليتيك للدولة. ليه كل واحد فيهم نظر للدولة من منطلق مختلف عن التاني؟ فبنقول له هنا إن الجغرافيا السياسية بتدرس الدولة على أنها كيان استاتيكي ثابت، بتشوف إن الدولة ثابتة في حدودها، بينما الجيوبوليتيك يعتبر أن الدولة كائن حي، فهو يرى أن الدولة تنمو وتتوسع على حساب جيرانها. بما تفسر اتساع مجالات الجغرافيا السياسية في أواخر القرن العشرين وبداية القرن الحالي، بنقول هنا بسبب التغيرات السريعة التي شهدها العالم والتطورات التي حدثت على خريطة العالم السياسية. كل ما الخريطة بتتغير، فبيانات ومعلومات الجغرافيا السياسية كمان بتتطور وتتغير. اتفضل يا مستر سامح. بنكمل مع بعض برضو. بما تفسر يعد النظام العالمي بالغ الأهمية. هنا بنتكلم عن إيه سبب أهمية النظام العالمي؟ بسبب التغيرات السريعة اللي بيشهدها النظام العالمي في السنوات الأخيرة. السبب الجزء النقطة الثانية، اتجاه الرأسمالية العالمية الكبرى نحو الهيمنة والسيطرة على مقدرات وموارد وإمكانيات العالم الثالث. الجزئية اللي بعدها بيتكلم عن أهمية نزل استخدام الاستشعار عن بعد في الجغرافيا السياسية، حيث توفر مرئيات فضائية ومعلومات أكثر دقة عن الكثير من المجالات التي تهتم بها الجغرافيا السياسية. فإيه الأشياء أو النقاط الهامة اللي بتفيدنا؟ ممكن نتكلم عن الحدود السياسية، الممرات الملاحية، وأيضا منطقة النزاع بين الدول. طيب السؤال اللي بعده، أهمية نظم المعلومات لمتخذ القرار. نظم المعلومات الجغرافية أو الجي أي إس بتساعد إزاي متخذ القرار؟ بتساعدهم في اتخاذ قرارات سياسية سليمة. طيب اعتمادا على ايه؟ استنادا الى ايه؟ الى البيانات الدقيقة والتفصيلية المستمدة منها. السؤال اللي بعده، كان لتطور وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اثره في ان اصبح العالم وحدة واحدة؟ وطبعا بنأكد نفس الاجابة ونفس الكلام اللي رجعناه معاكم قبل كده، نتيجة السرعة الهائلة التي تتدفق بها المعلومات والبيانات عبر الدول. انت بتشوف الحدث وهو بيحصل، تشوف الماتش بيتلعب في اوروبا دلوقتي، التوقيت مختلف بس انت متابع لحظه بلحظه، زي البث المباشر بتاعنا بتاع الوزاره بيشرح اسمها وانا معاها وانتم باولاد بتشاهدوا معانا البث. اهميه فروع الجغرافيا الاخرى للجغرافيا السياسيه، حيث ترتبط الجغرافيا السياسيه طبعا بالفروع الاخرى للجغرافيا لانها التي تمدها بالمعلومات اللازمه عن المقومات الجغرافيه للدوله، سواء مقومات طبيعيه او مقومات بشريه، وهي التي تعتبر محور الدراسه في الجغرافيا السياسيه. طيب أهمية السلطة للدولة، لأن هي التي تدير شؤونها الداخلية وشؤونها الإيه؟ الخارجية. بالإضافة إن إحنا قلنا في أركان للدولة، والسلطة ركن مهم من الأركان الأساسية للدولة. طيب نخش من السلطة ونخش على نخصص الكلام ونقول أهمية السلطة المركزية في الدولة الوحدوية، حيث أن السلطة المركزية تسيطر على جميع السلطات المحلية في الولايات والأقاليم والوحدات الإدارية والمحافظات والمجالس البلدية، وبالتالي تستمد المستويات الإدارية السابقة الصغيرة قرارات من الحكومة المركزية. نكمل الكلام عن أهمية النواة أو العاصمة في الدولة الوحدوية. نمت حولها الدولة أيضا تتركز فيها معظم الأنشطة الهامة في الدولة. ديمقراطية الدولة الفيدرالية هي اسمها. أيوة يا مستر، ديمقراطية الدولة الفيدرالية مش ظاهرة عندي. تتيح قدر من الاستقلال الذاتي للولايات، للمقاطعات، للمحافظات، المستويات الإدارية الأقل، حيث يكون للشعب حق المشاركة في إدارة الشؤون المركزية. يتم فيها أيضا تحقيق التوازن بين السلطة المركزية والسلطات المحلية. طيب الجزئية اللي بعدها والسؤال اللي بعده، الدولة الكونفدرالية من أقل أنواع الدول شيوعا وأكثرها هشاشة، وذلك لأنه يحق لأي دولة من دول الاتحاد الكونفدرالي أن تنفصل في أي وقت تشاء، كما حدث ذلك في الاتحاد السوفيتي. تحرص كل دولة أن تكون لها عاصمة بعيدة عن الحدود، وطبعا السبب الرئيسي لذلك يعطيها عمقا جغرافيا مع توفير الحماية للدولة. اسمها ايوه يا مستر. نقلت اليابان عاصمتها من بن كيوتو عاصمتها من الداخلية. مدينة
كيوتو الداخلية إلى مدينة طوكيو الساحلية؟ السؤال بيسأل ليه اليابان سابت العاصمة اللي هي جوه في الداخل وكانت محصنة وانتقل للعاصمة اللي موجودة على الساحل بتاع المحيط الهادي اللي هي عاصمة المفروض ما بيتوافرش فيها عمل الحماية والدفاع؟ فأكيد إن اليابان كان ليها بعض الأسباب. وهنا بنقول له إن اليابان اختارت مدينة طوكيو لأنها مدينة ساحلية بتطل على المحيط الهادي، وبالتالي أصبحت مركز حضاري كبير ومصدر حياة للدولة من الناحية التجارية، تعتبر مصدر الحضارة والثقافة. إيه ده بيتوافر فيها العالم العامل التاريخي، كمان بيتوافر فيها عامل سهولة الوصول لأنها بتقع على سهل ساحل. فهناك بعض العوامل الأخرى غير الحماية والدفاع اللي ساعدت اليابان على إنها تختار العاصمة. مستر سامح، استاذ حضرتك تقفل المايك معلش عشان الصوت. هناك علاقة بين السلطة والسيادة في الدولة. إيه العلاقة بين السلطة وبين السيادة؟ السيادة بتعني إن يكون للسلطة السيطرة الكاملة على الأرض وعلى السكان، يعني أكون أنا كحاكم متحكم في الحدود بتاعة الدولة بتاعتي، بمنع منها أي تدخلات أجنبية أخرى، وكمان بقدر أسيطر وأتحكم في السكان. هناك عدة اعتبارات تؤثر في الموقع البحري للدولة. يعني يا جماعة في الموقع البحري عندي من دولة لدولة تانية بتختلف، مثلا مصر عندها مسطحين مائيين، بحر متوسط والبحر الأحمر. على الرغم من كده إن البحرين مش ليهم نفس الأهمية، أكتر أهمية عندي مثلا البحر المتوسط. طب اشمعنى؟ ما هو ده مسطح مائي وده مسطح مائي. أيوه، المسطح المائي أو الموقع البحري بيختلف بناء على 3 حاجات: طول الساحل، انهي مسطح مائي مساحته موجوده عندي اكبر او طوله اكبر، اهميه المسطحات المائيه، انهي مسطح مائي العالم بيمر منه بمسافه العالم بيمر منه اكتر وبالنسبه للعالم بيمثل اهميه اكبر، ومين هي الدول اللي بيطل عليها، الظهير الساحلي لها هل هو ليه شط ولا ملوش. فمثلا عندي البحر الاحمر فيه جبال فانا مش عارف استخدم البحر نفسه، لكن البحر المتوسط فيه شواطئ ما عنديش جبال فقادر ان انا اقيم عليه المدن. يتوقف الموقع البحري على 3 عوامل: طول الساحل، الظهير الساحلي، اهمية المسطح المائي. السؤال اللي بعده: بما تفسر اهمية الموقع البحري للدولة؟ المسطح المائي ده بيفيدني في ايه؟ وسيلة اتصال الدولة بالعالم الخارجي. يعني ايه؟ يعني انا بقدر اسافر لبره والعالم كمان بيقدر ان هو يجي عندي، واحنا ده كان عندنا بيحصل منذ قديم الازل. احنا اصلا الفراعنه من عندنا الملكه حتشبسوت كانت بتسافر لدول للخارج، او كان في رحلات تجاريه للخارج كلها كانت بتتم عن طريق البحر. كمان عندنا بيؤدي الموقع البحري لزياده احتكاك الدوله حضاريا بغيرها من الدول، يعني انا باخد من ثقافه وحضاره الدول الاخرى والدول الاخرى كمان بياخدوا من ثقافتي ومن حضارتي. الاستفادة من الثروات البحرية، يعني باخد منها أسماك، باخد منها لآلئ، بستفيد من الثروات الموجودة في البحر. بما تفسر وقوع الدولة داخل اليابس وتأثير سلبي عليها؟ لو أنا جوه في اليابس هصبح هنا دولة حبيسة، وهيجبرني ده على الاتصال بالعالم الخارجي عن طريق المرور في أراضي الدولة المجاورة، مش هقدر أوصل للدول اللي بره غير لما أمر في أرض دولة مجاورة ليا، فده هيخليني اقع تحت سيطرة دولة اخرى. بما تفسر كثرة الدول المجاورة سلاح ذو حدين؟ يعني لو انا عندي جيران كتير ليه تأثير ايجابي وليه تأثير سلبي. كل ما عدد الجيران ما يزيد لو علاقتي بيهم كويسة ده هيؤدي الى تحقيق التعاون الدولي، ان احنا مثلا نشارك مع بعض في انشاء تكتل اقتصادي زي ما عملت دول غرب اوروبا وكمان زي ما عملت دولة الصين. لكن ليه تأثير سلبي لو علاقتنا ببعض وحشة وعدد الجيران كتير، هيبقى ده بيؤدي إلى إثارة المشكلات السياسية زي دولة السودان. السودان بيجاورها 7 دول فتأثرت بالمشكلات السياسية للجيران مما أدى لانفصالها لدولتين. السعودية بيجاورها 8 دول تأثرت بالمشكلات السياسية اللي بداخلها مما أدى إلى إقحامها في العديد من المشكلات السياسية، رغم ان دول غرب اوروبا 28 دولة عملوا مع بعض التكتل الاقتصادي واحد ونجحوا في كده. الصين بيجاورها 15 دولة ما عندهاش مشاكل لانها قدرت انها تحقق معاهم التعاون الاقتصادي. فكثرة عدد الجيران قد يكون له تأثير ايجابي وقد يكون له تأثير سلبي.
بما تفسر أهمية المواقع الاستراتيجية. المواقع الاستراتيجية مهمة جدا لأنها تكسب الدولة أهمية بسبب إشرافها وإمكانية تحكمها في طرق الملاحة البرية والبحرية، سواء وقت الحرب أو وقت السلم زي قناة السويس، زي مضيق جبل طارق، بقدر أتحكم فيه. في وقت الحرب أمنع العدو بتاعي إن هو يعدي منه، وفي وقت السلم بعدي السفن وباخد منها الأموال، فده بيفيد الاقتصاد بتاعي. بما تفسر المساحة الكبيرة لها تأثير سلبي. التأثير السلبي كل ما مساحتي ما بتكبر بيؤدي إلى أنه بيحتاج إلى جهود لتطويرها وحمايتها والسيطرة عليها. يعني إيه؟ كل ما المساحة تكبر أنا محتاج مجهود كبير جدا عشان خاطر أحميها، محتاج عدد جيش كبير عشان يقدر يحميها، كمان بحتاج مجهود جدا عشان أطورها. كل ما أطور منطقة بيفضل عندي لسه في مناطق تانية محتاجة للتطوير. السؤال اللي بعده، تتوقف أهمية مساحة الدولة على عدة عوامل. إحنا متفقين يا جماعة إن المساحة لا تقاس بالكيلومتر، يعني مش مهم هي المساحة كبيرة ولا المساحة الصغيرة، المهم المساحة يكون متوافر فيها 5 حاجات، اللي هما حجم الموارد الاقتصادية وتنوعها. ممكن تكون دولة كبيرة جدا بس ما فيهاش موارد، أنا مش مستفيد هنا بالمساحة، المهم إن الدولة يكون فيها موارد كتير. 2، عدد السكان وتوزيعهم. دولة زي مصر عدد السكان بتاعها كبير، بس التوزيع بتاعها السكان كلهم متركزين في مساحة 5% بس من المساحة. طب كده ال 95% من المساحة هل أنا مستفيد منها؟ لا، المهم يا جماعة إن السكان يكونوا متوزعين على كل أجزاء الدولة. النظام الاقتصادي والسياسي السائد، مين اللي بيدير الدولة وقدرته على الإدارة شكلها عاملة إزاي؟ قدرة السكان على استغلال الموارد الاقتصادية، هل السكان قادرين يستغلوا كل جزء جوه الدولة ولا لا؟ الحاجة الخامسة اللي هي سهولة الوصول بين أجزاء الدولة. ممكن المساحة تكون كبيرة جدا بس بينها جبال وبينها عوائق، إنما هنا مش مستفيد من المساحة. أهم حاجة يا جماعة إن المساحة تكون على قد ما هي كبيرة على قد ما هو يمكن أوصل لكل أجزائها في نفس الوقت. السؤال اللي بعده، بما تفسر الشكل المندمج أفضل أشكال الدول. هنا هقول مميزات الشكل المندمج. الشكل المندمج يؤدي إلى قدرة الحكومة على تحقيق أفضل اتصال وسيطرة على كافة أجزاء الدولة. الحاكم بيكون قاعد في العاصمة وفي نفس الوقت المسافة من العاصمة لكل أجزاء الدولة زي بعض، فقادر هنا إن هو يسيطر على كل جزء داخل الدولة. كمان بيقلل من فرص النزاع والاحتكاك على الحدود، لأن الشكل بتاعي مندمج فالحدود بتاعتي واضحة ومنتظمة، فما بيعمليش مشاكل على الحدود. يتيح للجيش حرية الحركة المكانية، يعني الجيش بيقدر ان هو يتحرك بين اجزاء الدولة بكل حرية وبكل سهولة. بما تفسر يساعد الشكل المنتظم على تحقيق افضل اتصال وسيطرة على اجزاء الدولة، وده لان المسافة قصيرة ما بين كل اجزاء الدولة، لان احنا لما بنيجي نعرف الشكل المندمج دايما بنقول ان المسافة من وسط للاطراف متساوية، من وسط الدولة إلى أطرافها المسافة زي بعض، زي مصر مثلا وزي فرنسا وزي بلجيكا. يبقى أنا بقدر أحقق أفضل إدارة داخلية، وفي نفس الوقت أنا بقدر أعمل اتصال بين كل أجزاء الدولة بشكل متساوي، لأن المسافة من المركز للأطراف متساوية وحدودها على أبعاد قصيرة بالنسبة لمساحتها. الصفحة اللي بعدها يا مستر سامح. تعد المظاهر التضاريسية من العوامل المؤثرة في قوة الدولة، أولا لأن المظاهر التضاريسية بتؤثر في النواحي العسكرية، وبالتالي بتحدد سير العمليات العسكرية والتأمين وخلافه. مدى استثمار موارد الدولة، سواء الموارد دي موارد مائية أو موارد معدنية. كمان المظاهر التضاريسية بتحدد الأنشطة البشرية، كمان بتحدد توزيع السكان في الدولة وتركزهم في مناطق دون المناطق الأخرى. السؤال اللي بعده، تسعى الدولة الجيبية للحفاظ على العلاقات الودية مع الدولة المتوقة لها، لأن الدولة المحتواة تتبع الدولة اللي بتحيطها مثل ليسوتو في سياساتها الداخلية والخارجية، فبالتالي يضعف ذلك قوتها السياسية والاقتصادية والعسكرية، لأن الدولة الجيبية منفذها الوحيد هي الدولة المتوقة لها، يجب أن تلتزم بكل ما ذكرناه وتتبعها سياسيا واقتصاديا وعسكريا. تمنح المرتفعات الدولة مزيدا من القوة لأنها تشكل مواقع استراتيجية سواء لعملية المراقبة أو عملية الدفاع.
ممكن ده يجي ما العلاقة يا مستر سامح، اتفضل يا مستر ايهاب. ما العلاقة بين المرتفعات وقوة الدولة؟ اتفضل. بيقولوا إن المرتفعات تشكل مواقع استراتيجية للمراقبة والدفاع. كمان السهول بيقول لي تساهم في تطور العمران والأنشطة الصناعية والتجارية. ممكن هنا يقول لي بما تفسر السهول مزدوجة الشخصية، يبقى أنا هقول الإيجابيات والسلبيات. معلش تاني أو يا مستر، يقول لي السؤال ده تاني يا اولاد، ركزوا معانا يا اولاد، الاولاد اللي معانا في القاعة. سهول الدولة مزدوجة الشخصية، يبقى أنا لازم أقول الإيجابيات والسلبيات. ما العلاقة بين السهول وقوة الدولة؟ يبقى أنا أتكلم على الإيجابيات. من ضمن الإيجابيات السهول إن تساعد على تطور العمران والأنشطة الصناعية والتجارية. طب إزاي؟ أقول نظرا لسهولة النقل والمواصلات وإنشاء البنية التحتية. طبعا سهولة النقل ده يتناقض مع المرتفعات، لو احنا شفنا في المرتفعات صعوبة الاتصال بين أجزاء الدولة، عكس طبعا الدولة ذات الطابع السهل. طب كمان تثير الأنهار الدولية مشكلات سياسية. هنا أخذنا فرق بين الأنهار المحلية والأنهار الدولية. الأنهار المحلية هي أن النهر من منبعه إلى مصبه داخل دولة واحدة، وبالتالي لا تثير الأنهار المحلية مشكلات سياسية، لأن بالطبع ان الدولة مش هتتخانق مع نفسها، لان من منبع النهر الى مصبه داخل الحدود السياسية للدولة الواحدة. لكن الانهار الدولية هي الانهار التي تشترك فيها عدة دول. هنا في سؤال يا مستر سامح، سؤال كويس، يقول لي هل كل الانهار الدولية انهار حدود ام كل انهار الحدود انهار دولية؟ هل كل نهر دولي يصبح نهر حدودي؟ طبعا بالطبع لا، لان مثلا نهر النيل نهر دولي لكن ليس نهر حدودي، فمجرد ان يشترك النهر في عدة دول اصبح نهر دولي، لكن يشترك في عدة دول وتتخذه الدول حد سياسي فاصلا بينها فاصبح نهر دولي ونهر حدودي. تثير طبعا الانهار الدولية مشكلات زي اقتسام المياه والملاحة وتوليد الكهرباء والصيد وغيره. يؤثر المناخ بشكل مباشر أو غير مباشر في تحديد أهمية الدولة ووزنها السياسي، لأن المناخ يؤثر في نوع التربة، يؤثر كمان في النبات الطبيعي وأنشطة السكان. تمثل الغابات موردا من موارد الطبيعة للدولة، تمام، الموارد الطبيعية. أيوة طبعا، لأن الغابات ليها إيجابيات مهمة في حالة السلم وحالة الحرب. مصدر مثلا للأخشاب، مصدر للمطاط، مصدر للدخل القومي، يبقى 3 مصادر، مصدر للأخشاب، مصدر للمطاط، مصدر للدخل القومي. كمان لها فوائد عسكرية أو في حالة الحرب، إنها ملجأ للجنود للاحتماء بها وقت الحروب. طيب بيقول كمان يعد حجم السكان مهم لقوة الدولة. أيوة، لأن كل الدول الكبرى ذات حجم سكان كبير، تمام، وناخد مثلا اللي هو ان الحجم السكاني زائد توافر المقومات الاخرى يؤدي الى ان الدولة تمتلك قوة تؤدي بها دور في السياسة الدولية والعالمية. وهنا ممكن نتطرق للحجم الكبير للسكان والحجم الصغير ومدى المميزات والعيوب في كل الاحجام. طيب كمان عندنا هنا بيقول ان نسبة الشباب، بيقول نسبة الشباب في سكان الدولة، احنا عارفين ان ده يعني معناه التركيب العمري للدولة. مثلا زي عندنا نسبة الأطفال والشيوخ، لو زادت هيبقى يرتفع معدل الإعالة. لو زادت نسبة الشباب يشكل الشباب أساسا للقوة العاملة في الدولة. اتفضل يا مستر سامح. اسمها تتميز الدول العربية ببساطة تركيبها اللغوي، لماذا بس؟ لما يقول لي ليه الدول العربية عندها بساطة في اللغة بتاعتها، فإحنا بنقول لأن الدول العربية بتتحدث لغة واحدة اللي هي اللغة العربية، وفي نفس الوقت بتربط ما بينهم روابط أخرى مشتركة زي الدين وزي التاريخ وزي العادات والتقاليد والثقافة والقومية الواحدة. بما تفسر يؤثر المستوى التعليمي والتقدم العلمي للسكان في قوة الدولة. ليه التعليم بيأثر على قوة الدولة؟
لو جابها لي سواء بما تفسر او سواء دلل، فاحنا متفقين مع بعض ان دايما التعليم بيأثر، واكبر دليل على كده هو تصارع وتسابق الدول المتقدمة على جذب اكبر عدد من علماء الدول النامية عن طريق تقديم لهم اغراءات مادية واغراءات معنوية. لو التعليم مش مهم، ما كانتش الدول المتقدمة دي تاخد العلماء اللي موجودين عندنا وبتقدم لهم اكتر اغراء مادي ومعنوي، وده بيؤدي لوجود ظاهرة سلبية عندنا في العالم العربي تعرف باسم ظاهرة هجرة العقول. لو قال لي ما النتائج المترتبة على جذب علماء الدول النامية، أقول أدوا لوجود ظاهرة العقول. بما تفسر وجود ظاهرة العقول بسبب سعي الدول المتقدمة لجذب علماء الدول النامية. بما تفسر كشفت السنوات الأخيرة من القرن العشرين وبداية القرن ال21 عن أهمية وخطورة التكنولوجيا. احنا متفقين مع بعض ان التكنولوجيا هي اخطر حاجة البشر عملوها في الفترة الأخيرة في بداية القرن ال21، هي اخطر الجوانب البشرية تأثيرا في السلوك السياسي للدولة. طب ليه هي اخطر حاجة البشر عملوها؟ قلنا لأنها بتؤدي إلى زيادة الإنتاج في كافة المجالات. طب هو ده بيأثر عليا؟ طبعا. واحد عنده تكنولوجيا حجم انتاجه هيبقى كبير جدا وهيقدر ان هو يسيطر على الاسواق، التاني ما عندوش تكنولوجيا يبقى بالتالي ما عندوش انتاج. كمان التكنولوجيا ادت الى عدم الاعتماد على الماده الخام، اصبحت النهارده بعتمد على المهارات وبعتمد على العقول زي اللي بيحصل في دوله اليابان. فبيقول لي بما تفسر لم يعد تقدم الصناعه يعتمد على توافر الماده الخام. له طبعا الصناعه النهارده مش بتقوم على ماده خام، الصناعه النهارده بتقوم على العقول وعلى المهارات وبتقوم على التقدم التكنولوجي. ممكن ندي مثال بسيط يا جماعه، احنا عندنا زمان مثلا الحلل مثلا كانت بتتعمل من النحاس، مع التطور التكنولوجي اصبحت ممكن انها تتعمل من اكتر من حاجه، سيراميك، تتعمل من التيفال، تتعمل من الازاز. ايه ده؟ ده انا ما بقتش اعتمد على ماده خام واحده، ماده الخام اصبحت ليست عائق، اهم حاجه عندي العقل اللي هيفكر ويخترع حاجه اقدر اصنع منها، لدرجه ان الناس بدات انها تاخد مثلا القمامة وتحولها لبلاستيك وتنتج منها منتجات. دي عقول بتفكر قادرة على الإنتاج. بما تفسر حدوث التقدم التكنولوجي داخل الدول، أقول أن اهتمام الدول بالبحث العلمي وتوافر الدعم المادي للبحث العلمي بيؤدي إلى زيادة الإنتاج في كافة المجالات سواء كانت الزراعة أو الصناعة أو كانت التجارة. بما تفسر تعد الجوانب الاقتصادية من أهم مقومات الدولة، وتمثل المصالح الاقتصادية أهم المصالح التي تربط بين الأمم. إحنا عندنا ثلاث كلمات لما بيجي السؤال ويقول لي ما العلاقة بين قوة الدولة السياسية وقوتها الاقتصادية؟ ثلاث حاجات مستمرين دايما بنقولهم: سلوك، وزن، مصالح. سلوك الدولة السياسي نابع من خلفيتها الاقتصادية. يعني ايه؟ يعني تصرفي دايما راجع لوضعي الاقتصادي. انا بستورد من دوله معينه، طبيعي ان سلوكي ناحيتها اني مش هحاول اعاديها. طب انا دوله قويه وغنيه ومش محتاجه استورد من حد حاجه، اكيد ان انا مش هعدي اي موقف لاي دوله، فسلوكي راجع لوضعي السياسي. اتنين، وزن الدولة السياسي يتحدد بناء على ما تملكه الدولة من موارد اقتصادية. وزن دي دولة قوية، أيوة، يبقى أكيد حجم الموارد بتاعها كتير وبيكفيها. دي دولة ضعيفة، يبقى أكيد ما عندهاش موارد. يبقى سلوك، وزن. ثالث حاجة مصالح. إيه مصالح دي؟ أهم المصالح التي تربط العلاقات الدولية هي المصالح الاقتصادية. أكتر حاجة تربط دولتين ببعض هي علاقة الاقتصاد. ممكن يكون دولة في بيني وبينها قامت حروب في وقت من الأوقات، بس في نفس الوقت النهاردة اتصالحنا لأني بستورد منها أو بصدر لها. فلما يقول لي علاقة الاقتصاد بالسياسة، أو المصالح الاقتصادية هي أهم المصالح، أو المصالح الاقتصادية تربط الأمم ببعضها أو من أهم مقومات الدولة، بقول له ثلاث كلمات: سلوك، وزن، مصالح، وببدأ أشرح. بما تفسر القمح والأرز والذرة على رأس الحبوب الغذائية التي يحتاجها السكان، أو بما تفسر للدولة الحق في حماية أمنها القومي، أو بما تفسر المحاصيل الغذائية تؤثر على الأمن القومي. أهم حاجة داخل أي دولة في العالم هم ثلاث حاجات: قمح ورز وذرة. إشمعنى؟ لأنها أهم متطلبات الأمن القومي من الدولة.
فتوافرها يحمي الدولة من التعرض للضغوط الخارجية. أهم حاجة عند أي شعب هو لقمة العيش، لو موجودة عندي أنا مش محتاج لحد من بره. يعني مثلا أقدر أستغنى عن أي عن ملابس مثلا، أقدر أستغنى عن بعض المنتجات، لكني ما أقدرش أستغنى عن الأكل. لكن لو أنا احتجت القمح ده هيضعني تحت سيطرة وضغوط خارجية من دول أجنبية. توافر الحبوب الغذائية يحمي الدولة من التعرض للضغوط الخارجية، وعدم توافرها يعرض الدولة للضغوط الخارجية. بما تفسر أهمية المعادن الاستراتيجية في الدولة. المعادن الاستراتيجية أهميتها أنها تستخدم في الصناعات الحربية، وإحنا عندنا 3 صناعات استراتيجية بيحتاجوا المعادن، اللي هي الصناعات الهندسية، الصناعات الكيماوية، والصناعات المعدنية. بما تفسر أهمية امتلاك الدولة لسلاح البترول. يعتبر البترول ومصادر الطاقة من أهم الأشياء التي تحتاجها الدولة. طب بتحتاجها ليه؟ يعتبر سلاح تستخدمه الدول في تحقيق أهدافها السياسية، ومثل ما استخدموا العرب البترول في حرب 73 للضغط على الدول المساندة لإسرائيل. اللي بعده يا مستر سامح. بص يا ولاد، بس عايزين نفتكر جزئية قالها مستر إيهاب. ممكن يجي السؤال عن الإيجابيات أو السلبيات، ممكن يتكلم كسلاح ذو حدين، ممكن يتكلم إن هي تجمع أكثر من تناقضات أو اختلافات. طيب، تعتبر الصناعة ركيزة أساسية لاقتصاد أي دولة. طيب، طبعا فكر يا كده. مستر، لأن الصناعة أساس لتحقيق الأمن القومي طبعا، وحماية موارد الدولة والقوى العسكرية مهمة جدا. وبالإضافة إلى الصناعة عندنا طبعا ركيزة أساسية، لأن لا يمكن لأي سياسة سواء كانت دفاعية أو هجومية أن تصبح ذات تأثير إلا إذا امتلكت الدولة طبعا قدرة على تصنيع الآلات الحربية. فكل الدول الكبرى طبعا يا مستر سامح هنلاقيها قوة ايه طبعا صناعية. تعد وسائل النقل والاتصال من الأمور الضرورية. ليه وسائل النقل مهمة داخل طيب، الدولة؟ عشان خاطر مستر إيهاب، شبكة الطرق ووسائل الاتصال الجيدة بين أجزاء الدولة بتعمل على ذات التماسك والترابط الداخلي مع وحدتها القومية، وبالتالي النقل يقوي العلاقات داخلية داخل الدولة وأيضا الخارجية. بالإضافة يتعذر ويصعب عملية الدفاع أو الهجوم في المجال العسكري إذا لم يكن هناك وسائل سريعة للنقل تتحرك خلالها عليها الجيوش أو الأدوات الحربية ونقلها من مكان لآخر. لو ما عندكش طرق نقل مواصلات جيدة مش هتقدر تنقل معداتك ولا جنودك ولا أسلحتك من مكان لآخر. أستاذ إيهاب، لماذا تحدث اتفضل هجرة يا مستر. العقول؟ طبعا هجرة العقول دي مهمة، وممكن يقول لي ما مقترحاتك؟ قدم مقترحات لكي طبعا تواجه الدولة هجرة العقول. أقول له طبعا هجرة العقول تحدث نتيجة تسابق الدول طبعا على جذب العلماء بشتى وسائل الجذب، مما طبعا يؤدي إلى معاناة الدول النامية وتأخرها وتصبح من الدول الضعيفة. وده ممكن نقدم مقترحات ان اهتمام الدولة بالبحث العلمي، اهتمام الدولة بالعلماء، وضع العلماء في المكانة الصحيحة داخل الدولة، توفير ادوات البحث، ان الدولة تهتم ادبيا وماديا برجال العلم والعلوم. فبالتالي ان تصبح الدول دي جاذبة لعلمائها وليس طاردة، وبالتالي كل ما يعرض عليهم مهما عرض عليهم من اغراءات من الدول الاخرى لا هيكون رفض، ويكون بلادهم أولى بنجاحاتهم. تعد القوى العسكرية من عناصر قوة الدولة طبعا، لأن احنا لأنها عندنا عناصر أساس القوة. لتحقيق الأمن القومي يا مستر إيهاب للدولة، وأيضا حماية مواردها، أيضا حماية حدودها الجغرافية. يبقى القوى تمام، العسكرية بتحقق أمن قومي، القوى العسكرية بتحمي موارد الدولة، القوى العسكرية بتحمي حدودها. طب نيجي نعكس السؤال، لو قال لك ماذا يحدث إذا لو لم توجد داخل دولة قوة عسكرية تحميها، هنقول الإجابة دي لم يتحقق أمن قومي للدولة، لم يتم حماية الموارد، لم يتم حماية الحدود، يسهل احتلالها والسيطرة عليها من أي دولة تجاورها من الدول القوية. مستر إيهاب، التقسيم الإداري للدولة سواء محافظات أو ولايات أو مقاطعات، تفضل. طبعا ليه بنقسم الدولة محافظات؟ عشان بهدف توفير الأمن والأمان في البلاد وتسهيل تقديم طبعا الخدمات للمواطنين. فبالتالي يبقى في نظام لا مركزي أو
حرية توفير ما يحتاجه المواطنين وإدارة الدولة بسهولة. لا يوجد نظام حكم مثالي، لأن الشعوب تختلف طبعا ثقافيا وحضاريا وجغرافيا، فاللي بينفع في دولة مش شرط وينجح فيها، مش شرط يكون لو طبقناه هنا في دولة تانية هيبقى ناجح ومناسب للدولة، بل ممكن تحدث نتائج سلبية. أهمية نظام الانتخابات، ليه بنعمل انتخابات في الدول؟ لأن عشان الانتخابات خاطر دايما يا مستر بتكون أداة الانتخابات. للاختيار، تمام، كمل. أداة للاختيار بتحقق طبعا المساواة بين المواطنين. احنا بنروح نختار ما بنبقاش متقال لنا اختار مين ولا ما نختارش مين، احنا بنروح بمطلق حريتنا نختار فلان او علان، وما بنختارش اساسا على اساس الشخص، لا بنختار برنامج وبنختار الافضل لمصلحة الدولة، فبالتالي بنمنع فكرة المحسوبية والوساطة، وبنحقق المساواة بين كل المواطنين، ونزيل الفوارق بين الاصل والمنشأ وغيره للناخبين. أهمية جغرافية الانتخابات، إيه اللي بنستفيده من الجغرافيا دي؟ نستطلع من خلالها تفسير طبعا التباين في الأنماط الانتخابية والتغير التصويتي للناخب من مكان لآخر. هل الناخب هنا في الصعيد غير في الوجه البحري؟ ممكن إن المكان يتأثر بالعملية الانتخابية، انشغال البعض في الأعمال الخاصة، عدم وعي البعض، قلة المعرفة والثقافة، ممكن يأثر من مكان لمكان على العملية الانتخابية. طيب نتكلم على الحدود يا مستر سامح، بيقول لي تعد الحدود السياسية ظاهرة بشرية. يعني الإنسان يا مستر إيهاب هو الذي يقوم بتخطيطها ووضعها ورسمها تبعا لمصالحه، إما مصالح اقتصادية أو إما مصالح عسكرية أو إما مصالح سياسية. طيب أستاذ إيهاب، نعكس السؤال، رسم الحدود السياسية على الخريطة، تفضل. ليه بنرسم حدود؟ لتحديد طبعا الرقعة اللي بتمارس الدولة عليها السيادة، وفي الرقعة دي عندها تنتهي سيادة الدولة وتبدأ سيادة دولة أخرى. تصلح التخوم اليوم كحدود فاصلة، لأنها هل مناطق تصلح؟ صعبة. لا. ليه؟ لأنها مناطق جغرافية صعبة، غير صالحة للاستيطان، غير ممسوحة، ليس لها إطار قانوني، كمان لأن فيها ظاهرة أدق ظهرت، وهي ظاهرة الحدود السياسية. اتفضل يا مستر. الحدود ظاهرة شرعية قانونية لأنها تحدد حقوق وواجبات جانبي الحد السياسي اللي هما الدولتين اللي على جانب بعض من خلال اتفاقية أو من خلال معاهدة، ما اسمها المعاهدات المبرمة أو المعقودة بين الدول من عوامل نشأة تلك الحدود السياسية. لأن احنا خدنا ان المعاهدة المبرمة نتج عنها ظهور الكثير من الحدود الخطية بين الدول، خاصة بسبب الخوف من طغيان دولة قوية على حق جارتها الضعيفة. هستاذن حضرتك بس يا مستر ثانية واحدة، لأن في أحد الطلبة كان بيسأل على حاجة. واحنا يا جماعة واحنا بنتكلم عن الغذاء والمحاصيل الغذائية اللي بتأثر على الأمن القومي للدولة، قلنا عن 3 محاصيل اللي هي بتمثل الحبوب الغذائية اللي هي القمح والرز والذرة. حبيبتي اللي بتسأل، الحبوب الغذائية اللي بتأثر على الأمن القومي هم الـ3 دول. احنا ما قلناش ان هم دولة الحاجات بس المؤثرة على الأمن القومي، لأن الأمن القومي أنواع. في أمن قومي بيتأثر من الداخل، واحنا أكتر حاجة ممكن تأثر على الأمن داخل أي دولة هو الأكل. وأي دولة بتحاول إنها تحمي سكانها من المجاعة عن طريق إنها توفر لهم لقمة العيش. طالما انا توفر لي العيش حتى لو هاكله هاف، انا كده ما عنديش مجاعيد. خلاص، فاحنا بنقول ان الامن القومي بيتاثر داخليا بالغذاء دايما. فالعيش لما بيتعمل يا اما بيتعمل من القمح يا اما بيتعمل من الذره اللي هو زي البتاو او زي العيش الشامي اللي بيتعمل في بعض مدن الصعيد. لكن والارز في بعض الدول زي شرق اسيا بيعتمدوا عليه كغذاء رئيسي بدل من العيش بالنسبه لنا احنا. فدي حاجات بتاثر على الامن القومي داخليا. بس زي ما مستر سامح ومستر ايهاب لسه متكلمين، انت عندك القوى العسكريه، الجيش بياثر على امنك القومي لانه بيحمي حدودك بس بيحميها من اخطار خارجيه. الصناعة بتأثر على الأمن القومي، لكن إحنا لما بنتكلم عن الغذاء وتأثيره على الأمن القومي بنتكلم عن الحبوب الغذائية اللي لو اتوفرت أنا مش مهم عندي الفاكهة، أنا مش مهم عندي الرفاهية،
مش مهم عندي اللحوم، انا مهم عندي ان الانسان ده ياكل حتى لو هياكل لقمه عيش حاف. فبس علشان نوصل المعلومه اللي احنا اتكلمنا عن القمح والرز والذره. شكرا يا مستر. السؤال بيقول: المعاهدات المبرمه بين الدول من عوامل نشاه الحدود، قلنا بسبب الخوف من طغيان دوله قويه على حق جارتها الضعيف. بما تفسر أهمية الوصف التفصيلي لمعاهدة الحدود، احنا متفقين يا جماعة ان المرحلة الاولى من مراحل ترسيم الحدود لابد من عقد معاهدة على ان تكون المعاهدة تفصيلية. ليه لازم المعاهدة تكون ذاكرة كل سنتي يمشي فيه الحد حتى لا تثير نزاعات في المستقبل؟ عشان ما اجيش بكرة واقول اه لا انا كنت اقصد ان الحتة دي تبعي انا. لا، مفيش حاجة اسمها كده. احنا هنكتب كل سنتي الحد هيمشي فيه عشان ما نتخانقش مع بعض في المستقبل. بما تفسر للفصل بين الدول من وظائف الحدود السياسية، فبنقول له هنا ان الحدود بتفصل ما بين الدول لان الحدود بيتم فيها وضع الحواجز ونقاط التفتيش، مراكز الحراسة، مراقبة الحدود، منافذ الجمارك الخاصة بالدول. كمان بيختلف انواع واشكال الحدود بناء على المعاهدات المتفق عليها بين الدول. بما تفسر قيام بعض الدول بتغيير مسار حدودها السياسية. ليه في دول بتغير حدودها؟ لو قال لي ليه الدول بتغير حدودها وما ذكر ليش مثال، هقول له هنا لأن في مرحلة التحديد على الخريطة اللي هي المرحلة الثانية من مراحل ترسيم الحدود، في أثناء ما الجغرافي ما بيرسم الحد على الخريطة بيلاحظ وجود مسائل صغيرة ما اتذكرتش في المعاهدة، زي وجود قرية، زي وجود مزرعة، زي وجود مسجد. طيب حاجة زي كده الجغرافي يتصرف فيها ازاي؟ بيقوم الجغرافي بتغيير مسار الحد عدة أمتار لحساب إحدى الدولتين. يعني إيه؟ يعني هنا بيضطر إن هو يعرج الحد ويدخل القرية أو المزرعة دي في حساب أحد الدولتين على حسب مثلا مالكها أو صاحبها يتبع أنهي دولة، علشان ما عملش مشكلة برضو في المستقبل. بما تفسر الحماية والأمن الوظيفة الأكثر أهمية للحدود السياسية، لان احنا الغرض الاساسي اللي اتحط علشان حدود اي حدود في العالم كان سبب وضعها هو حماية الدولة وتأمينها من الاخطار والمفاجآت، خصوصا تأمينها من الهجمات العسكرية الاجنبية. انا مش عايزة اتفاجئ بالعدو عندي جوه الدولة، كمان عايز احمي الدولة بتاعتي من الغزو والتهريب. بما تفسر سقوط نظرية الحد الامن، ليه حدودي مش امنة؟ النهاردة مهما كان قوة الجيش بتاع أي دولة في العالم فحدودها ما هيش آمنة. ليه؟ بسبب تطور وسائل الحرب في مداها وسرعتها وتخطيها للحواجز والعقبات الطبيعية. النهاردة أنا ممكن ما أخرجش جيوش، بس مجرد أن دولة تطلع طيارة من غير طيار أو أنها تخرج صاروخ من عندها وتظبطه على إحداثيات دولة تانية، بتتفاجئ أن الصاروخ ده عدى الجيوش اللي واقفة، عدى الجبال والمرتفعات ويدخل يدمر الدولة. إذن أنا حدود العالم كلها اليوم أصبحت غير آمنة. بما تفسر تعد الحدود الطبيعية من أقوى الحدود السياسية لأنه بيصعب اختراقها، ولكن تختلف درجة الفصل من الظواهر الطبيعية من ظاهرة لأخرى. يعني إيه؟ معروف يا جماعة أن الحد الطبيعي أكثر منعة ودفاعا، بيدافع عني ضد أي عدو من غير ما أوقف جيش، زي الجبال مثلا بتحميني من الأعداء، الجيوش الأجنبية ما تقدرش إنها تدخل لي. بس مش كل الحدود الطبيعية بتدافع عني بنفس الشكل، وأكبر دليل على كده إن العدو ما يقدرش إن هو يعدي الجبال، بس يقدر إن هو يعدي المستنقعات، فالجبال أكثر منعة ودفاعا من المستنقعات. بما تفسر تصلح الجبال لتكون حدود فاصلة بين الدول، واضح مرئي، صعب اختراقه، وعر التضاريس، قليل السكان، يفصل فصل تام بين الدولتين تقام عليه التحصينات. واضح مرئي يعني متشاف، وعر التضاريس يعني واقف صعب حد يطلعه، قليل السكان معلوه السكان، فوانا برسم الحدود بتاعتي مش هحتاج ان انا اعمل لها عملية تعرج. واضح مرئي، وعر التضاريس، قليل السكان، يفصل فصل تام بين الدولتين، واقف كده فصل الدولتين عن بعض محدش فيهم شايف التاني. تقام عليه التحصينات يعني بعمل عليه الحصون بتاعتي. بما تفسر عدم صلاحية الأنهار كحدود سياسية في بعض الدول، ليه مش دايما النهر ينفع أن يفصل بين الدول؟ لأن بتغير مجراها وضفافها بسبب النحت والإرساب والفيضان، لأن الأنهار تغير
مجراها وتغير ضفافها بسبب النحت والإرساب والفيضان، وأكبر دليل عندنا نهر الريو جراند في الولايات المتحدة الأمريكية. اللي بعد مستر سامح، تحول منطقة بانكو، طبعا اتشالت الكلمة من المنهج، كلمة بانكو ممكن تيجي في الامتحان. تحول منطقة من المناطق التابعة للولايات المتحدة الأمريكية إلى دولة المكسيك، طبعا بسبب تغيير نهر الريو جراند الذي تسير مع الحدود السياسية بين الدولتين. وده بيكمل السؤال اللي كانت بتشرحه المس من شوية. بيتكلم أيضا عن تعتبر الجبال بمثابة خطوط دفاعية، لأن الدول تستغلها في إقامة تحصينات للدفاع عن نفسها ضد أي غزو خارجي، بالإضافة إنها بتستخدمها في عمليات الاستطلاع والمراقبة. تعد المياه الداخلية جزء من أرض الدولة، وذلك لأنها محاطة بيابس الدولة بالكامل، فهي تعتبر النوع الوحيد من المياه التي بالكامل يحيطها يابس الدولة. لا تمارس الدولة سيادة مطلقة على المياه التكميلية، لأنها من مياه أعالي البحار، وسيادة الدولة عليها مشروطة بأمن وسلامة الدول المجاورة لها في تلك المياه. تدعي الدول سيادتها على المياه المحايدة لتمنع ممارسة العمليات العسكرية الأجنبية فيها أو التجارب الصاروخية والنووية. حددت بعض الدول القوية لنفسها مناطق في وسط المحيط، طبعا ده بسبب قوتها، وذلك لتجري فيها تجاربها النووية والصاروخية المختلفة، وبرضه أيضا بتكون بعيدة عن التأثير على سواحلها أو مناطق نفوذها القريبة. المياه الدولية مشاع للبشرية، وذلك لأنه لا يحق لأي دولة كانت من دول العالم أن تتدخل في حرية الملاحة في المياه الدولية. أستاذ إيهاب، زادت أهمية تفضل الرصيف يا مس. القاري. تفضل. طبعا بسبب اكتشاف العديد من الثروات المختلفة مثل مصايد الأسماك أو الثروات المدفونة في قاع المسطحات المائية مثل البترول والغاز الطبيعي، طبعا رسمت ده الحدود حصل في السياسية في بحر أوروبا على الشمال او أساس لا الخليج العربي او خليج المكسيك، تمام او يا اللي مس. حصل بين يا فندم بين تونس وليبيا، وطبعا تغيير مسار الحد من 26 لزاوية 52، وده اللي ادى تونس بعض من الحقوق. السؤال اللي بعده مستر ايهاب بيكلمنا عن الحدود البحرية لا تقل أهمية وخطورة بالنسبة للدول عن حدودها البرية. تفضل. طبعا ليه لا تقل أهمية؟ لأنها تقوم بمجموعة من الوظائف اللي لا تقل أهمية مثل حماية الحدود من السفن المشبوهة من الأمراض والأوبئة، حماية اقتصاد الدولة، منع الغزو والتهريب، ضمان للدولة حقوق منها اقتصادي وعسكري. كمان النزاع على الحد البحري لا يقل عن الحد البري، لا بالعكس، الحد البحري النزاع عليه لا يكون مع دولة بل مع دول العالم، وبالتالي يكون أشد خطورة. كمان بيقول يا مستر سامح، رسمت الحدود السياسية في أوروبا على أساس لغوي، ليه؟ لمنع مشكلة الأقليات، بحيث تتميز كل دولة لغتها بلغتها الخاصة عن غيرها. ظهرت طبعا مجموعة عدم الانحياز في منتصف القرن العشرين، ليه؟ بيقول لي طبعا عشان ظاهرة الاستقطاب العالمي بين قوتين عظميتين تنازعت على السيادة على خريطة العالم، وهما طبعا الكتلة الشيوعية والكتلة الرأسمالية، وبالتالي ظهر ما بينهم في ناس فضلت ولا الانضمام للشيوعية ولا الرأسمالية، فظهرت حركة عدم الانحياز. اتفضل يا مستر سامح. انتصار الرأسمالية بزعامة الولايات المتحدة طبعا بسبب انهيار الكتلة الشيوعية في بداية تسعينيات القرن العشرين، بتفكك الاتحاد السوفيتي وتفكك اتحاد يوغوسلافيا وتفكك الحلف العسكري الخاص بهم المعروف باسم حلم وارسو. ظهور المشكلات التي تهدد أمن الأوطان ممكن تكون بسبب دول استعمارية، فمعظم تلك المشكلات اللي بتهدد أمن الدول سواء من الداخل أو من الخارج هي معظمها إرث الدول الاستعمارية التي خلفته في مستعمراتها قبل تحررها. يعني الورث اللي سابوهن بعد ما نهبوا خيراتنا ومشوا سابولنا كمان مشكلات. عدم استقرار وتوتر الحدود السياسية لبعض الدول، ممكن الاستعمار هو اللي قام بوضع تلك الحدود. طب يسألني سؤال يا مستر إيهاب، مدينة سبتة ومليلة ذات موقع استراتيجي. طبعا مدينة سبتة هي اللي ذات موقع استراتيجي، ليه؟ طبعا لأن وقوعها في مواجهة مباشرة مع مضيق جبل طارق، فبالتالي تتميز سبتة عن مليلة في الوقوع مباشرة مما يكسبها أهمية استراتيجية.
تمام أهمية أكثر من مانيلا، لكن مانيلا برضو مهمة، لكن الأهمية الأكبر بنسبة بالظبط. عالية لسبتة طبعا. طيب أستاذ إيهاب، الاستعمار علاقة قوية بمشكلة سبتة ومانيلا. وممكن يقول لي يوضح جذور قضية سبتة ومليلة، أو سبتة ومليلة ذات جذور تاريخية. أقول له طبعا، لأن سنة 1415 احتلت أسبانيا سبتة، وسنة 1495 احتلت مليلة. وطبعا هنا وقعت المغرب كلها تحت الاستعمار الفرنسي، وفيما بعد استقلت سنة 1956 عن الاستعمار الفرنسي، بينما بقيت المدينتين اللي هما سبتة ومليلة في أيدي أسبانيا. طبعا رفضت المغرب سبتة، رفضت أسبانيا مطالبة المغرب بسبتة ومليلة، لأن لم يتوقف المغرب عن المطالبة بالمدينتين، ولكن أسبانيا رفضت وذلك بحجج واهية. ممكن الحجة التقادم، الموضوع عدى عليه فترة خلاص اتنسى، أو أن نسبة السكان الأسبان تصل ل 60% من السكان والمغاربة 40، أو أن الحجة الثالثة الغير المعقولة أن المدينتين غير مسجلتين ضمن الأراضي المستعمرة لدى الأمم المتحدة سنة 47، يعني لو مسجلين كنا اديناهم لكم. طيب تصاعدت مشكلة سبتة ومنيلة سنة 85 يا مستر إيهاب. ليه تصاعدت المشكلتين؟ طبعا بيقول ظهرت على الساحة المشكلتين دول لمحاولة اسبانيا اثارة حاجتين مهمين: الحصول على الحكم الذاتي، واصدار قانون الاقامة كل 5 سنوات. ففي الوقت اللي كان المغاربة بيطالبوا ان هما سكان اصليين، كانوا اسبان بيعتبروهم اجانب، فبالتالي اثارت المشكلة وبتصاعد على الساحة من حين الى اخر كل فترة. ندخل في صلب حدوث مشكلة كشمير. تفضل سنة يا مستر. 1900 هنا في خط في التاريخ، سنة 1947 تم تقسيم شبه القارة الهندية على أساس ديني لقسمين، اللي هو الهند وباكستان. الهند ذات غالبية هندوسية، وباكستان ذات غالبية مسلمة. طبعا كشمير ظلت بعيدة عن الصراع، وفضل حاكمها عدم الانضمام إلى الدولتين في البداية، وفضل أن يكون بعيدا عن تلك الصراعات. حتى حدثت ثورة داخلية داخل كشمير من الهندوس ضد حاكم من المسلمين ضد حاكمهم الهندوس. ففي الثورة دي استعان حاكم كشمير بالهند، واستعان المسلمين بباكستان، ودار الصراع لمدة عام حتى تدخلت الأمم المتحدة واتخذت قرار وقف إطلاق النار. تفضل يا مستر. اسمها اشتهرت ولاية كشمير في فترة الاستعمار البريطاني بأنها مكانا مناسبا لقضاء إجازاتهم الصيفية. طيب ده بسبب هروبهم من شدة الحرارة وغزارة الأمطار في الهند، حيث كانت كشمير تتميز بأن تغطي الغابات الطبيعية مساحة كبيرة منها، بالتالي تتمتع بمناظرها الجميلة التي تجذب إليها السياح. حدوث النزاعات السياسية المترتبة على حركة القبائل الرعوية بين الوحدات السياسية يا مس. احنا متفقين مع بعض ان اسباب مشكلة الرعاة بتحصل لاربع اسباب. السبب الاولاني مع زيادة عدد السكان وتحول اراضي الرعي الى اراضي زراعية، ادى الى تقلص مساحة المراعي. لما عدد السكان زادوا خدت اراضي الرعي دي عشان خاطر احولها لارض زراعية، فده ادى الى تقلص المساحة اللي هو يرعى فيها الغنم بتاعته. السبب الثاني بسبب ترسيم الحدود، مثل ترسيم الحدود في اقليم السافانا في قارة افريقيا دون مراعاة لوجود قبائل سكانية وبين توزيع السكان، زي الحدود اللي اترسمت ما بين شمال وجنوب السودان، ومراعاش ان القبائل دي في ما بينهم علاقات نسب. ثالث سبب من الاسباب فرض الضرائب على الرعاة دون مراعاة للظروف بتاعتهم. رابع سبب التغيرات المناخية اللي شهدها العالم في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، ودي أدت إلى تغير المناخ اللي هو ارتفاع درجة الحرارة وكل كمية المطر، أدى إلى وفاة عدد كبير من الحيوانات وهجرة الرعاة إلى المدن وإلى القرى. بما تفسر تعد مشكلات المياه والطاقة من المشكلات الاقتصادية ذات البعد السياسي، لأنهم لهم تأثير بالغ على السلوك السياسي للدولة. بما تفسر تعيين الحد البحري لا يعد أمرا سهلا. ليه لما أجي أحط حدود في البحر العملية دي مش بتكون سهلة؟ لأن يفصل بين ما يخضع لسيادة الدولة وبين ما يخضع لغيرها من الدول، قد تظهر من العديد من المشكلات عند التعيين،
كمان يا جماعه الحد البحري احنا متفقين ان لو حصل فيه اي مشكله فهو لا يثير مشكله بين دولتين فقط، ولكنه يثير مشكله بين كل دول العالم، وده اللي بيخليه يختلف عن الحد البري. الحد البري لو حصل فيه خلاف بتخانق دايما مع الجار بتاعي بس، لكن لو حصل خلاف في البحر دايما بيحصل مع كل دول العالم. بما تفسر النزاع بين ليبيا وتونس عند تحديد الرصيف البحري للقارة؟ احنا دايما لما بنيجي نحكيها كحدوتة بنقول اكتشفت ليبيا البترول والغاز الطبيعي في الرصيف القاري، طلبت ليبيا من الأمم المتحدة بمد مياهها البحرية ناحية الشمال، فطالبت تونس بمد مياهها البحرية ناحية الشرق، رفضت الأمم المتحدة طلب المقدم من ليبيا ووافقت على الطلب المقدم من تونس فأمدتها ب26 درجة ثم 52 درجة، والسبب في كده كان وجود جزرتين جربة وكركناح مما أدى إلى تغيير خط الساحل التونسي. بما تفسر لا تظهر مشكلات سياسية في وجود الأنهار المحلية، لأن النهر المحلي ما بيعمليش أي مشاكل، وده لأن النهر المحلي بيجري في حدود سياسية لدولة واحدة فقط من المنبع للمصب. نهر مشي في دولة واحدة بس فطبيعي مش هتتخانق مع حد. بما تفسر النزاع الأنهار الدولية، دايما يا جماعة النهر الدولي بيحصل فيه خلاف عند التقسيم بتاعه على 4 حاجات، يا إما بنتخانق على حصة المية، يا إما بنتخانق على الملاحة اللي هو سير السفن، يا إما واحد فينا عايز يبني سد فبنتخانق على توليد الطاقة الكهربائية، يا إما بنتخانق مع بعض على حق كل دولة في صيد الأسماك، كمية الأسماك اللي كل واحد فينا هيصطادها. بما تفسر أهمية الاتفاقيات الخاصة بالأنهار الدولية اللي هم اتفاقية باريس واتفاقية برشلونة. الاتفاقيتين أهمهم أنهم نصوا على حرية حركة الملاحة في الأنهار الدولية والأجزاء الصالحة منها. وممكن السؤال هنا يجيني بطريقة تانية ويقول لي من وجهة نظرك هل تستطيع مصر إغلاق الملاحة في قناة السويس في وجه أعدائها، أو يجيب لي أي ممر ملاحي تاني مهم ويقول لي هل الدولة دي تقدر تقفله في وجه أعدائها؟ فهنا أرد عليه وأقول له لأ، وده طبقا لاتفاقية باريس واتفاقية برشلونة اللي نصت على حرية حركة الملاحة في الأنهار والممرات الملاحية الدولية. مستر إيهاب، مستر إيهاب مسمع بعد إذنكم عشان وقت الولاد هنروح لأسئلة الخرائط. اتفضل يا مستر. اتفضل حضرتك، ادرس الخريطة التي أمامك ثم أجب على الأسئلة التالية. اكتب 3 ملاحظات على التغيرات التي طرأت على خريطة العالم السياسية في العصر الحديث. اتفضل يا مس. هو هنا في الشكل اللي قدامي هو حاطط لي خريطتين، خريطة تغيرات الخريطة قبل القرن العشرين، وخريطة تغيرات اللي حدثت على الخريطة فيما بعد، اللي هو أول خريطتين موجودين عندي في كتاب المدرسة في صفحة 2، وبيقول لي إيه التغيرات اللي طرأت على خريطة العالم السياسية. لو بصينا عليهم هنلاقي إن عندي مثلا أول حاجة دولة الاتحاد السوفيتي اتقسمت لمجموعة من الدول في الخريطة الثانية، واللي هي أكبرهم وأشهرهم دولة روسيا الاتحادية. هلاقي ان حدود الدول اتغيرت، هلاقي ان في دول كانت موجوده اختفت، وفي دول ما كانتش موجوده وظهرت. فلما يقول لي ايه التغيرات اللي حصلت على الخريطه اللي قدامك، بقول له هنا التغيرات اللي حصلت على خريطه العالم السياسيه اللي هي ظهور دول واختفاء دول، اندماج دول وانقسام دول، نسج علاقات وتمزق علاقات، اختفاء الاتحاد السوفيتي، واختلاف توزيع القوى العالميه للدول عن طريق ظهور الولايات المتحده الامريكيه واختفاء الاتحاد السوفيتي. تضم قاره اسيا دوله مستطيله الشكل تمتد من الشرق والى الغرب، هي دوله منغوليا يا جماعة، موجودة تحت روسيا الاتحادية على طول، دي دولة مستطيلة من الشرق للغرب. نفس الحكاية دولة كازاخستان، نفس الحكاية دولة تركيا. عندي 3 دول: منغوليا، كازاخستان، تركيا، والمستر أشار عليهم بالمؤشر. الـ3 مستطيلين من الشرق للغرب. تضم قارة آسيا دولة مندمجة ذات بروز. دولة مندمجة ذات بروز موجودة عندي هنا تبقى أفغانستان، مندمجة ذات بروز وحبيسة في نفس الوقت.
تضم قارة آسيا دولة مساحتها تصل إلى 17.6 مليون كيلومتر مربع. طبعا دي دولة روسيا الاتحادية اللي هي أكبر دول الاتحاد السوفيتي، أكبر دول في المساحة، أكبر دول العالم في المساحة. معلش يا مستر أستاذنا حضرتك، بس بعض الطلبة بيقولوا إن هم عايزين إجابات الخرايط، إحنا يا جماعة بنقول إجابات تفصيلية. تضم قارة آسيا مجموعة من الدول التي تتميز بالقوى الاقتصادية مثل طبعا دولة الصين تاني دول العالم اقتصاديا، وفي المستقبل احتمال انها تكون الاولى. عايزين دولة تاني غير الصينية. دولة روسيا، دولة الهند كمان اقتصاديا من النمور الاسيوية، دولة اليابان الاولى تكنولوجيا وصناعيا. طبعا تضم قارة آسيا منطقة قلب ذات أهمية دينية وثقافية، طبعا مكة المكرمة. تضم قارة آسيا دولتين كبيرتين في المساحة ويختلفان في النظام السياسي والإداري، طبعا الأولى زي ما أشارت اللي هي الناس من شوية. روسيا الاتحادية فيدرالية، والصين دولة وحدوية مركزية. أستاذ إيهاب معانا؟ لا مش معانا. ادرس الخريطة التي أمامك ثم أجب على الأسئلة الآتية. الدولة التي تضم 4 لغات هي؟ طبعا اكيد سويسرا، بس وحضرتك غيرت الخريطة هاي يا فندم. مش ظاهرة، بس هي سويسرا 4 لغات، يبقى أكيد قارة أوروبا، يبقى سويسرا. هاي يا فندم. الخريطة اللي احنا شغالين عليها خريطة العالم يا فندم. أشهر الدول الأوروبية اللي تحول فيها نظام الحكم منكم فيدرالي إلى فيدرالي. طبعا يا جماعة الدولة دي برضو هي سويسرا، تحولت من كونفدرالية إلى دولة فيدرالية. الكثير من عناصر الأمة ليس ضروريا للدولة مثل اللغة الواحدة والعادات، مثل دولة نقط في أمريكا الشمالية، طبعا الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا دولة إيه في أوروبا، طبعا دولة سويسرا اللي هي فيها 4 لغات. النموذج المثالي للدولة الوحدوية لا ينطبق إلا على عدد محدود من دول العالم، أشهرهم دولة إيه في أوروبا يا مس. فرنسا طبعا دولة وحدوية ومثالية. من أشهر العواصم التاريخية في مصر طبعا القاهرة، وفي إيطاليا روما. من العواصم التي تميز بسهولة المواصلات في أسبانيا مين يا مس؟ مدريد طبعا، مين في والخرطوم السودان؟ الخرطوم في السودان، ونواكشوط في موريتانيا. بسبب الحرص على الحماية والدفاع عن العاصمة تم نقل العاصمة من مدينة إيه إلى إيه في اسطنبول، تركيا يا فندم؟ من مدينة اسطنبول لأنها بتقع على الحدود، نقلها إلى أنقرة، أنقرة لأنها بتقع المدينة في الداخل. الداخلية التي تتميز بالدفاع والأهم والدفاع بالعمق. تحرص الدول متعددة القوميات على أن تكون العاصمة من ضمن منطقة القوميات الكبرى مثل موسكو روسيا عاصمة روسيا حيث الاتحادية، تضم الغالبية السلافية. من العواصم التي قررت الحكومة نقلها من مدينة إلى أخرى مدينة كيوتو في اليابان، نقلوها ودوها فين يا مس؟ مدينة طوكيو على الساحل التي تقع على المحيط الهادي. ادرس الخريطة التي أمامك ثم أجب على الأسئلة التالية، اكتب ما تشير إليه الأرقام. رقم 1 دولة. رقم 1 هي يا جماعة الخريطة اللي قدامنا، هي خريطة في البداية خالص لبحيرة فيكتوريا، فالبحيرة بتاعت فيكتوريا بتتقسم بناء على خطوط الطول ودوائر العرض، بيحدها من الجنوب اللي هي رقم 1 دولة تنزانيا، 2 في نص الدايرة دي مكتوب البحيرة، فبنقول البحيرة دي بحيرة فيكتوريا، 3 الدولة اللي موجودة في شرقها دي كينيا، 4 دائرة عرض تبقى مدار، يبقى خط الاستواء، ولو سألني 4 على دولة تبقى الدولة هنا أوغندا، لأن بحيرة فيكتوريا تقسم بين 3 دول اللي هي أوغندا كينيا تنزانيا، أوغندا في شمالها، كينيا في شرقها، تنزانيا في جنوبها وغربها. خريطة قارة أفريقيا. نمرة 1 بيكلمني عن مضيق جبل طالما طارق. يا جماعة المضيق بيفصل بين البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي بين المغرب وأسبانيا، يبقى مضيق جبل طارق. لو عكس بقى وهي مش موجودة على الخريطة وراح هنا عند البحر الأحمر طبعا يبقى مضيق باب المندب، وطبعا لو الجزء في الخليج العربي يبقى مضيق هرمز. طيب نمرة 2 يا مس، بحيرة
البحيرة اللي موجودة دي يا جماعة اللي هي رقم 2 في وسط قارة أفريقيا، دي بحيرة فيكتوريا اللي احنا لسه متكلمين عنها، فوقها دولة حبيسة اللي هي أوغندا. رقم 3 ممر مائي استراتيجي اللي هي فوق البحر الأحمر في قناة مصر، وتبقى السويس طبعا، قناة السويس. رقم دولة 4 الحبيسة أمس. دولة حبيسة فوق جنوب أفريقيا تبقى دولة بتسوانا، واحنا اتفقنا يا جماعة ان الخريطة مهارة في الحل. بعد كده بيكلمني من دول أفريقيا التي تشرف على البحر بواجهتين بحريتين، طبعا عندي مصر وعندي المغرب. المغرب تضم أفريقيا دولة تمثل شكل الجيوب، دولة إيه يا مس؟ دولة بتسوانا، معلش شكل جيب دولة بتسوانا، وكمان معلش دولة سويسلاند دولة موجودة في جنوب أفريقيا كمان. تضم أفريقيا دولة تمثل الشكل المندمج ذو البروز. دولة الكونغو في قارة أفريقيا اللي هي جنب رقم 2. تمام يا مس، ادرس الخريطة التي أمامك ثم أجب على الأسئلة الآتية. 1 دولة، حضرتك دي خريطة ايه؟ خريطة الجزء الشمالي من آسيا. لسه ما ظهرتش، بس اتفضل حضرتك قول الأسئلة وانا طبعا هجاوب. الدولة اللي قدامنا دولة روسيا، مساحتها 17.6 مليون كيلومتر مربع. هي بيكلمني نظام على نمرة بدأت 2، تظهر. بيكلمني على نمرة 2 دولة ايه نموذج للشكل المستطيل المتجه من الشرق والغرب. طبعا لسه المس ذكرها من شوية، دولة منغوليا. 3 دولة ايه وهي الدول كبيرة المساحة وتتميز بالتقدم الاقتصادي، طبعا دولة الصين. الشكل اللي بعده بيجيب لي خريطة شكل فرنسا وشيلي واليابان وليسوتو وأفغانستان، كاتب لي تحتها سؤال، أمامك عدد من الخرائط الخاصة بأشكال الدول، صنف هذه الأشكال. فرنسا الشكل إيه يا مس؟ فرنسا طبعا واخدة الشكل المندمج، شيلي شيلي الشكل بتاعها مستطيل واقف اهو طولي، من الشمال اليابان للجنوب، مجموعة جزر يبقى شكل مجزأ بحري، ليسوتو ليسوتو دولة محتواة لأنها جوه جنوب أفريقيا دولة جوه دولة، أفغانستان دولة مندمجة وطالع لها بذور اهيت يبقى مندمجة ذو بروز، طالع لها بروز تبقى مندمجة ذات طبعا بروز. بنفضل الشكل المندمج، وبقول مميزات الشكل المندمج. اللي هي حسن الإدارة الداخلية، عدم وجود احتكاك على الحدود، حرية الحركة المكانية للجيش. اكتب ما تشير إليه الأرقام. طبعا جيب لي خريطة خريطة جنوب أمريكا الشمالية، أمريكا أمريكا الجنوبية. الجنوبية، أمريكا الجنوبية 1، حاطط لي الدولة رقم 1 في الشكل المستطيل اللي احنا لسه واخدينه اللي هي في دولة شيلي، الدولة اللي قصاد شيلي رقم 2 دي دولة الأرجنتين، وما ننساش يا جماعة إن دولة الأرجنتين تحتوي على مراعي طبيعية زي أستراليا، في دولة غنية بالمراعي الطبيعية والحشائش. رقم 3 المحيط الهادي، المحيط الهادي، رقم 4 4 المحيط الهادي، 3 العاصمة، عاصمة تشيلي. مش مطالب بيها، رقم 5 الدولة اللي فوق دولة تشيلي يا جماعة دولة بيرو، رقم 6 الدولة اللي جنب بيرو دولة بوليفيا، بوليفيا. رقم 7 دولة باراجواي لأنها جنب بوليفيا، رقم 8 دولة أوروجواي، رقم 9 الدولة البرازيل، رقم و10 10 طبعا المحيط المحيط الأطلنطي. الأطلنطي. احنا بنحاول ناخد أمثلة للخرائط المكرر، بنعديها يا أولاد. دولة وحدوية موحدة ومجزأة. خريطة معلش هو العالم، ثانية،
الخريطة اللي موجودة قدامي رقم واحد دولة وحدوية مجزأة، وهبص على رقم واحد هتلاقيها في المحيط الهادي فوق الصين تبقى دولة اليابان، رقم اتنين ودولة دولة وحدوية وحدوية ضخمة ضخمة المساحة، المساحة تبقى دولة الصين، رقم تلاتة دولة دولة تواجهها مشكلة تواجه مع دولة كبيرة. مع دولة كبيرة اللي هي دولة باكستان وعندها مشكلة مع دولة الهند. دولة أربعة، تحولت من اتحاد كونفدرالي إلى اتحاد فيدرالي، إحنا لسه سويسرا قايلينها طبعا، طبعا دولة سويسرا. دولة خمسة، يعيش دولة فيها بيعيش سكان بيها جنسيات ولغات طبعا الولايات المتحدة الأمريكية. من أمثلة الدول الوحدوية واحد وشارع قارة فرنسا، أوروبا، يبقى دولة فرنسا. دولة متعددة القوميات طبعا روسيا الاتحادية، ثلاثة عاصمة تاريخية اللي هي مصر، مصر، لأن مصر عاصمتها القاهرة، هو حطت عايز الرقم في القاهرة مصر. طبعا، دولة أربعة، بلدية مجزأة طبعا الولايات الولايات المتحدة المتحدة الأمريكية، الأمريكية معها ولاية ألاسكا. دولة موحدة ومجزأة، دولة هو حاططها يا جماعة هنا في دولة الفلبين تحت اليابان، دولة الفلبين رقم خمسة. الفلبين دولة ذات شكل منتظم، رقم فرنسا، واحد، دولة ذات شكل منتظم وحطيتها في قارة أوروبا اللي هو الشكل المندمج تبقى فرنسا. دولة رقم ذات اتنين شكل مستطيل يمس في أمريكا في الجنوبية، أمريكا الجنوبية تبقى شيلي، دولة ذات شكل مندمج ذو بروز في قارة آسيا، يبقى دولة أفغانستان. دولة بحرية مجزأة طبعا اليابان، دولة كبيرة المساحة طبعا الصين، الصين. دولة ذات موقع هامشي نمرة واحد يا مس، ذات موقع مركزي نمرة واحد طبعا جمهورية مصر رقم العربية، واحد مصر، رقم اتنين نيوزيلندا تحت تمام، استراليا، دولة رقم برية ثلاثة مجزأة يا مس الولايات الولايات المتحدة، المتحدة تمام، الأمريكية. ده ولا أربعة تخدوا بالكم احنا لسوتو. بنحاول نجيب خرائط كتير بتلاقوا في حاجات بتتكرر، بيركز على شكل الدول، بيركز على نظام الحكم فيها، بيركز على العواصم. خمسة يا مس عاصمة مستحدثة، طبعا هتبقى طوكيو. دولة إيجابية طبعا دولة ليسوتو في قارة في دولة وقلنا جنوب لسه أفريقيا في قارة أفريقيا طبعا، دولة عملاقة سكانيا يا مس بيشاور على قارة آسيا، طبعا، يبقى دولة الصين رقم منطقة تشهد اتنين. هجرة غير شرعية نمرة اتنين طبعا، هنا مش منطقة عايز الخليج دولة، هو عايز العربي، منطقة، يبقى منطقة الخليج العربي. ثلاثة دولة حبيسة يا مس جماعة الدولة بتحتلهم هنا شرق يقصد أفريقيا، بيها تلاتة، هنا فوق دولة الصومال تبقى دولة أثيوبيا فوق أربعة دولة الصومال. تتعدد بها اللغات الرسمية لسه مشاورين عليها من شوية اللي هي سويسرا، سويسرا تكررت في تعدد اللغات وتكررت في تحول نظامها من كونفدرالي إلى فدرالي، دولة لديها اكتفاء ذاتي نسبي في الإنتاج الغذائي طبعا دولة فرنسا عندها اكتفاء ذاتي من بالشكل الغذاء. المندمج بالشكل المنتظم نظام الحكم، دولة لديها دولة من الدول المرسلة للمهاجرين نمرة ستة، مصر، مصر، مصر دولة موحدة ومجزأة بيشاور على اليابان، منطقة قلب ذات أهمية ثقافية ودينية طبعا في الجزيرة العربية طبعا منطقة مكة المكرمة يا مس، دولة تشرف على ايوه. البحر بواجهتين وتطل على المحيط المغرب، الأطلنطي المغرب والبحر في قارة المتوسط، افريقيا رقم دولة ذات اربعة. شكل مستطيل يا مس، هنا حطيتها في دولة النرويج في شمال قارة اوروبا. تمام، دولة يغلب عليها الطابع السهلي، هنا يقصد بها دولة المانيا جنب فرنسا يا جماعة، هي دولة المانيا. الخريطة الأخيرة يا أولاد عشان وقتكم، دولة بها مقر مجلس التعاون لدول الخليج العربي،
طبعا يا جماعة احنا عارفين ان الرياض، بس هو انا عايز الدولة مش عايز المدينة، تبقى دولة السعودية. دولة اتنين حديثة نمرة اتنين طبعا دولة اثيوبيا. اثيوبيا لانها فوق الصومال يا جماعة، علموها انها جنب البحر الاحمر وفوق الصومال حديثة، تبقى اثيوبيا. دولة وحدوية مركزية طبعا جمهورية مصر العربية أو مصر. أربعة، دولة ذات نظام سياسي رئاسي بيشاور الولايات المتحدة الأمريكية، اللي هي دولة برية مجزأة من حيث إيه الشكل. خمسة يا مس، دولة ذات نظام سياسي شبه رئاسي. طبعا يا جماعة تبقى دولة فرنسا، هي النموذج للنظام شبه الرئاسي وفي قارة أوروبا. وعلشان نعلمها هنلاقي إن الرأس بتاع أوروبا دي هي أسبانيا، يبقى اللي جنبها على طول هي فرنسا. وبكده يا أولاد نشكر الأستاذ إيهاب ونشكر مس مها، وكده يبقى خلصنا الجزء الأول من المحاضرة الأولى المراجعات العامة. خدنا جزء كبير من أسئلة بما تفسر، وخدنا حوالي 20 سؤال من أسئلة الخرائط. إن شاء الله هنكمل في المحاضرات القادمة أسئلة خرائط وأسئلة مقالية بشكل مختلف بأكثر من صيغة. أي سؤال أي حاجة في الأجزاء اللي فاتت حضراتكم جهزوها يا أولاد، ونشوفها إن شاء الله في المحاضرة اللي جاية. شكرا يا مسمع، شكرا يا أستاذ إيهاب. شكرا يا مستر، السلام عليكم. السلام عليكم يا أولاد، نترككم في رعاية الله وأمنه.